اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سؤال اليوم 21 من شهر رمضان المبارك. السؤال مهم، الكثير من الصائمين يسأل يقول ما هي الأمور التي توجب القضاء مع الكفارة فيما لو تناولها الإنسان متعمدا، وما هي الأمور التي توجب القضاء فقط من دون كفارة، لعلها مسألة خلافية ومسألة ابتلائية. طبعا الأمور التي توجب القضاء مع الكفارة هي الطعام، الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء متعمدا حتى الصباح في إلى نهار في نهار شهر رمضان. فهذه الأمور الخمسة توجب على المكلف القضاء مع الكفارة، وهنالك أمور أخرى لا توجب الكفارة بل فقط توجب ماذا؟ توجب القضاء. على سبيل المثال اللي هو الارتماس، وإن كان الارتماس على رأي سماحة السيد مكروه كراهة شديدة، فالارتماس وتعمد التعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله، وكذلك تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظ، وتعمد القيء، وكذلك الاحتقان بالمائع. فهذه الأمور متى ما تعمد المكلف عليها فتوجب عليه القضاء دون الكفارة. إذن لابد أن نفرق بين الأمور التي توجب الكفارة والقضاء والأمور التي توجب القضاء من دون كفارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.